كم المجموعة اللي ياخذ؟ المجموعة 40. 40 نفر. 40 نفر صح؟ أيوة. طيب وكيف كيف؟ وبعد لما يدلون أبونا يخرجون الشارع يقولون الواحد من ماتريا. ومن هو رئيسكم؟ من المسؤول عنكم؟ مع اسمه محمد داهر القحطان. يمني؟ أيوة يمني. وهو المسؤول عنكم كله؟ أيوة. ياخذ فلوسكم؟ أيوة. ويعطيكم كم؟ أيوة. كم يعطيكم؟ احنا اللي من الرياض. وانتم ساكنين فين؟ ساكنين هناك فين؟ في الخالديه. في الخالديه؟ ايوه. وكلكم صغار زي كذا؟ ايوه. 40؟ ايوه. لا اله الا الله، حسبك الله. حسبك الله. انتم من فين؟ من اليمن؟ من اب. من اب؟ ايوه. وهذا اللي جابكم، كيف جابكم؟ دخلتكم السعوديه؟ جاب احنا من تهريب. تهريب؟ ايوه. واهلكم معكم ولا ما حد معكم؟ لا ما. ما غلنتوا؟ جايبكم في سيارات بفلوس؟ أيوة. وفاككم فين؟ في أبها وفي خميس ولا بس؟ لا هنا. في الخميس؟ سكنكم في الخالدية؟ أيوة. طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ها؟ يلا كل واحد منكم ياخذ 5 ريال.